مرحبا. كتاب بيت بمنازل كثيرة، الكيان اللبناني بين التصور والواقع، هو كتاب للمؤرخ اللبناني الراحل الدكتور كمال صليبي. صدر الكتاب سنة 1988، يعني بأواخر أعوام الحرب الأهلية اللبنانية. العنوان تبعه مستوحى من إنجيل يوحنا. هو عبارة عن دراسة نقدية للسرديات التاريخية المتباعدة والمتناقضة بلبنان، للهواجس اللي عندها إياها الطوائف اللبنانية تجاه نفسها وتجاه الجماعات الطائفية الأخرى، للأفكار المسبقة اللي عندها إياها كمان هالجماعات عن نفسها وعن الجماعات الأخرى. بيعتبر دكتور كمال صليبي أنه هالتيارات التاريخية المتناحرة والمتناقضة بلبنان، بين تيار لبنان الملجأ، لبنان الفينيقي، لبنان جزء من سوريا، لبنان العروبة، أو لبنان الأشعاع الحضاري، هالتناقض هو من أهم أسباب النزاعات بلبنان. بيدعي اللبنانيين لضرورة قراءة نقدية لهالسرديات ولتخطي الهواجس والأفكار المسبقة. المؤرخ دكتور كمال صليبي توفى من 10 سنين بأيلول 2011. بآخر هذا الكتاب بيخلي نوعا ما نصيحة لكيف نتعامل مع التاريخ، رح أقرأ لكم إياها، بالأخص التاريخ اللبناني. لابد أن يتوقف ماضي لبنان آخر الأمر عن أن يكون مسألة جدل عقيم بين مواقف سياسية متصلبة ومبنية على أحكام مسبقة، وعن أن يكون تعبيرا عن اهتزازات عشائرية أو شبه عشائرية قديمة بات للزمن أن يطويها، فيصبح بالتالي تاريخا يحمل معنى أكبر بالنسبة إلى الحاضر، بل وبالنسبة إلى المستقبل أيضا وأكثر. وكمان بيحدد أنه تفكيك هالسرديات وتقديم قراءة نقدية لها ما بيلغي أبدا مشروعية لبنان ومشروعية الانتماء له. أنا اسمي شارل حايك، بدعيكم تقروا هالكتاب، تابعوني على هيريتج أند روتس.